يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر رضي الله عنه ويبعث وحيدا، ما المراد بذلك؟ الله أعلم. نعم. يقول حفظك الله، ظاهر والله أعلم أنه دفن في الصحراء، دفن في الصحراء بالربذة، يمكن والله أعلم أنه يبعث من مكانه، ما عنده أحد من الموتى. نعم.